بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، النهاردة بإذن الله هنعرف إيه الفرق ما بين الزيت ليب والزيت ليب بلس، والمينا ليب والمينا ليب بلس، والألكور والألكور بلس. الأكتيف إنجريدينتس بتاعتنا الإيزيتيميب، ده الكيميكال ستراكشر بتاعه، بيستخدم برضه للديسليبيديميا عن طريق إن بيعمل إنهيبيشن للكوليسترول أبزوربشن. إحنا اتفقنا إحنا مش هناخد الميكانيزم بالكامل لأن ده مش موضوعنا، إحنا بس بنعمل تذكرة بعنوان كونترا إنديكيتد في السيفير هيباتيك إمبيرمنت وفي الأثيروسكلروسيس. نخلي بالنا من الحتة ديت لأنه بيعمل بيزود الأرتيريال وول سيكنس. كمان تاني اكتيف انجريدينت معانا هي السيمفاستاتين، ده كيميكال ستراكشر بتاعها، بيستخدم للديسليبيديميا، بيعمل انهيبيشن للاتش ام جي كو اي ريدكتيز. معلومه اللي تهمني في السيمفاستاتين او في الاستاتينز بحالها ان ممنوع يحصل بريجنانسي اثناء تعاطي الاستاتينز. طب لو عايز، لو حد عايز يخطط او في ميل عايزة تخطط لحدوث بريجنانسي، يبقى لازم توقف الاستاتينز على الاقل شهر قبل حدوث البريجنانسي. معانا ادي الزيت ليب وزيت ليب بلس. الزيت ليب بس عبارة عن ايزيتيميب 10 مللي جرام. طب الزيت ليب بلس هو برضو ايزيتيميب 10 مللي جرام، بس معاه كمان السيمفاستاتين 20 مللي جرام. المينا ليب والمينا بلس، والمينا ليب بلس نفس الكلام، بس المينا ليب سيمفاستاتين 20 مللي جرام، اما المينا ليب بلس راح مزود عليه بقى الايزيتيميب 10 مللي جرام. الالكول عندنا الكول 20، سيمفاستاتين 20 مللي جرام. الالكول بلس راح مزود عليه على السيمفاستاتين ايزيتيميب 10 مللي جرام، فده الكول بلس 10 على 20. هنشوف معانا دلوقتي الكول 40، ده سيمفاستاتين 40 مللي جرام، اما الكول بلس 10 على 40 فهو سيمفاستاتين 40 مللي جرام ومعاه ايزيتيميب 10 مللي جرام. اذا في كل الحالات ايزيتيميب معانا 10 مللي جرام، اما السيمفاستاتين في منها 20 وفي منها 40. شكرا.